ladies and gentlemen, her. استقبلت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز في الحلقة الثانية من برنامجها الرمضاني نجوم مهيرة الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل. تحدثت نهى نبيل عن تصالحها مع حليمة بولند، مشيرة إلى أن خلافهما كان تافه جداً، وأنه من خلال لقائها بها خلال التحقيق معها في قضية غسيل الأموال مؤخراً أدركت كم أن روحها طيبة وجميلة. ووصفت نهى نبيل ما قامت به وسبب مشكلتها مع حليمة بولند بالهفوة الإعلامية، وأدركت اليوم كيف تكون دقيقة أكثر في تصريحاتها وأن لا تتسبب في مضايقة أحد منها. وتحدثت نهى نبيل أيضاً عن تجربة روان بن حسين بالغناء قائلة: حبيتها جداً وأبهرتني بأدائها وشخصيتها، وسعيدة بالنضج الذي وصلت إليه اليوم. وأضافت: أرى أنها ذكية ولديها مستقبل ناجح جداً، ولكن عليها أن تكون دقيقة أكثر في قراراتها المستقبلية. وقالت نهى نبيل أن الذي حصل معها في قضية تسريب فيديو تعنيفها لطفلها هو ضريبة الشهرة أيضاً، مشيرة إلى أن الناس تريد أن تمسك على المشهور ذلة، ولأن هذا الأمر حصل معها تحديداً فأخذ لناحية قضية تعنيف الأطفال، وأشارت إلى أن الموضوع كان له أثر كبير على أولادها حتى أنهم كانوا يجدون صعوبة في الذهاب للمدرسة، وخصوصاً ابنتها التي كلمتها وقالت لها أن ما يحصل معها في المدرسة صعب جداً. ذكريات أيام سعيدة لحظات. وبعدها سألتها مهيرة عن سبب عدم إظهار زوجها في العلن، فقالت نهى نبيل: أنا لا أخبيه، ولكن هو لا يحب الشهرة والأضواء، وهو شخص عملي جداً ومهندس لا يهمه هذه الأمور. وخلال اللقاء كان زوج نهى نبيل جالساً إلى جانبها، ولكنه رفض الظهور على الكاميرا واكتفى بإلقاء التحية بصوته. المهم اللي حاب أقول الحين، أنا قررت أني أحتل العالم. وخلال اللقاء تحدثت نهى نبيل عن الفترة الصعبة التي مرت بها لسبب قضية غسيل الأموال، مؤكدة أنها لم تكن فترة سهلة، خصوصاً أن الإعلام ضخمها كثيراً وهي لم تكن بالصورة التي أظهرها الإعلام. وأكدت أنه خلال فترة حجز السلطات الكويتية على أموالها شعرت بأنها أفلست، خصوصاً أن كل أموالها كانت تعتمد على الإعلانات عبر السوشيال ميديا، وفي هذه الفترة فسخت الكثير من الشركات العالمية عقودها معها، مما اضطرها إلى العمل على أكثر من إعلان في اليوم الواحد لكي تغطي العجز ومصاريف العائلة والعمال لديها والعائلات المسؤولة عنها. ارميلي رمشي رمش إلهي منك ما تحرمش، أنا عمري ما كنت بق بق بحبك ما بكسش. وتناولت مهيرة في لقائها مع نهى نبيل موضوع خلاف نهى نبيل مع الإعلام الكويتي صالح الراشد وحضرهما لبعض على صفحاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت المفاجأة بمبادرة نهى نبيل لفك الحظر عن صالح الراشد واستعدادها لإنهاء الخلاف بشرط أن تكون المصالحة بينهما هذه المرة نابعة من نية طيبة وقلب صادق. وقالت نهى نبيل في معرض حديثها عن هذا الموضوع أن الخلاف مع صالح الراشد كان صعباً جداً عليها لأنه كان شخصاً قريباً جداً منها ومن عائلتها. وفي ختام اللقاء طلبت مهيرة من نهى نبيل القيام بمقلب بالممثلة الكويتية هيا الشعيبي وأخبارها أنها تريد ترك المنزل والانفصال عن زوجها، طالبة منها المساعدة وإعطائها المال لكي تستطيع السفر. وكانت المفاجأة بأن هيا الشعيبي ردت عليها من داخل الحمام
وأبدت موافقتها على إعطائها المبلغ قبل أن تكتشف أنه مجرد مقلب. إنه مو من الأول، إنه خلينا نتسلى شوي. لا لا، هاي ما هي.